مراحل الفرصة الواحدة تبدأ من التحديات اللي يواجهها العميل. العميل هو شغال بيبيع، أحيانا حتى بيستخدم أشياء بدائية، ممكن ما عنده سيستم اتش ار وشغال على وورد واكسل، تمام. فهنا التحديات اللي بتطلع معاه هي الفرصة تبدأ من هناك، تمام. فتحديد التحديات اللي يواجهها العميل، وبعدين استخراج أفكار المشاريع، تمام، من وجهة نظر العميل نفسه، تمام. هذه الثانية. الثالثة تجهيز فكرة النموذج، تمام. إلى هنا الدور الاستشاري كبناء ينتهي، تمام. بعد كده كله إشراف تنفيذ النموذج، وهذا طبعا من هنا إلى نهاية المشروع هيكون إيه؟ هيكون من اختصاص فريق التنفيذ، المطورين، الشركة المطورة إلى آخره، تمام. هيكون أول حاجة إعداد النموذج، تمام. اثنين، تحويل النموذج إلى منتج،